إلى العراق مشاهدينا، وعلى الرغم من الاستنكار العراقي المتكرر تواصل تركيا عملياتها العسكرية وقصفها الجوي والمدفعي لمناطق في شمالي العراق، فيما ارتفع عدد الجنود الأتراك للقتلى في المواجهات مع الأكراد إلى 2 حسب وزارة الدفاع التركية. وفي جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد عثر الجيش العراقي على منصة صواريخ كانت موجهة نحو مطار بغداد الدولي ومعدة للإطلاق. يذكر أيضا أن رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي كان قد وجه بضرورة تشكيل خلية للتحقيق في مسألة إطلاق الصواريخ التي تتكرر باستمرار منذ أشهر، مستهدفة محيط قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية.